حنان الحجاجي 30 سنة، أنا من أصول أمازيغية، تزاديت وكبرت في مدينة أكادير وحاليا ساكنة في مدينة الدار البيضاء. أنا ياسمين صدقي 26 سنة من مدينة أسفل وحاليا مستقرة في مدينة الدار البيضاء. أنا وياسمين كتجمعنا واحد الهواية اللي هي مشتركة، الصباغة والرسم بصفة عامة، فهنا جات الفكرة نديرو مشروع ديالنا الخاص بألبس. ما خدمنا في مجموعة من الميادين ودرنا بزاف تاع لي فورماسيون وفكرنا اننا نخدمو من شي حاجة اللي كتعجبنا. وفي هذا المشروع حاولنا نحيي التراث المغربي بالمزج بين الاصالة والمعاصرة باستعمال مجموعة من التقنيات بحال مثلا الصباغة، التطريز، العقيق، الصفيفة الى غير ذلك، وهذا الشيء على جميع انواع الثوب، وتخصصنا في الثوب ديال الدجين. والحمد لله الفكره ديالنا نالت اعجاب بزاف ديال الناس وتلقينا تشجيعات منهم الحمد لله، وهذه غير البدايه، مازال تبعنا مشوار اللي هو طويل حيت عندنا طموح، والطموح ديالنا هو انه بغينا نزيدوا بالمشروع ديالنا القدام، علاش لا نتعرفوا وطنيا وعالميا، وان شاء الله علاش لا نوليو دي ستيفيس دي ستار. بالنسبه للنصيحه اللي نقدروا نعطيو لاي امراه هو انها تقدر تحقق اي حاجه بغاتها غير بالعزيمه والاصرار، كيف ما حنا بدا كلشي غير بحلم اللي ولا فكره وتطور ولا مشروع على ارض الواقع، امكانيات جد بسيطه، فإلى حنا قدرنا نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا ليه اليوم فاي واحد يقدر يوصل. وصبغي حنا كنشجعوا النساء اللي بحالنا اللي عندهم فكره وغير يزعموا الزعامه، توكل على الله وتزعم. وحنا الحمد لله اليوم عندنا كليان في المغرب وفي خارج المغرب، وهذا الشيء كاع ما كنا كنتوقعوا.